أمن مدينة طنجة يعثر على قاتل الطفل القاصر. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بن مكادة بمدينة طنجة صباح اليوم الأحد 22 مايو الجاري من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للوفاة في حق قاصر آخر يبلغ من العمر 17 سنة. وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة ابن مكدة قد باشرت بتاريخ يوم الجمعة 20 مايو الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية القاصر التي عثر عليها تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بأرض خلاء بمنطقة العوامة ضواحي مدينة طنجة. الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها فرق البحث التابعة للشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية القاصر المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية قبل أن يتم توقيفه بمنزل عائلته بمنطقة خندق الورد بنفس المدينة، فضلا عن حجز أداة راضية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الجريمة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية لبني مكدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.